بدأ الرشيد حياته العملية مدرسا في المعهد العلمي في الرياض قبل أن يتم تعيينه معيدا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة. لم تقف طموحات الرشيد عند نيل الشهادة الجامعية، وجاهد من أجل الحصول على بعثة تعليمية لإكمال دراسته العليا، حتى أصبح من أوائل الذين توجهوا إلى الولايات المتحدة للدراسة. حصل الرشيد برغم مصاعب الغربة على شهادة الماجستير من جامعة أنديانا الأمريكية عام 69، قبل أن يقوده إصراره على الدراسة في جامعة أوكلاهوما الأمريكية والحصول على درجة الدكتوراه في إدارة التعليم العالي خلال العام 72. الدكتور محمد الرشيد صاحب متانة عقلية ومتانة في شخصيته، ولذلك هو سافر إلى أمريكا في فترة مبكرة جدا، يعني سافر عام 66 ميلادي. في ذلك العام الذي سافر فيه محمد الرشيد إلى أمريكا لدراسة الدراسات العليا، كنت أذهب أنا إلى المدرسة الابتدائية. هذه المرحلة الذي يذهب فيها للتعليم خارجا من البيئة البسيطة في نجد، يعني نحن كنا في تلك الفترة نسكن بيوت الطين ونمشي في الشوارع المتربة وأحوالنا على البساطة، المملكة كانت في بداية النمو. فعادة الذي يذهب إلى أوروبا أو أمريكا في تلك المرحلة يصاب بما يسمى الصدمة الحضارية، لكن الدكتور محمد رجع في غاية المتانة، لم تصبه هذه الصدمة بالذهول ولا بالاستلاب الفكري. ولذلك تقرأ وصيته التي أوصى بها قبل أن يموت، تجد التأكيد والتركيز على قضية اللغة العربية والانتماء للتاريخ والانتماء للدين، ما كأن هذا ذهب إلى أوروبا في فترة الاختطاف الذين ذهبوا قبله أو في فترته مثل طه حسين وزكي نجيب محمود وغيرهم، أصيبوا أول ما ذهبوا بالانبهار والاستلاب العقلي. أما هو فقد ذهب ورجع في غاية المتانة والوثوقية بدينه وتاريخه ولغته.